جزاكم الله خيرا. فيما إذا ترك الإمام واجبا ولم يتنبه له المأمومون، هل يجب عليه سجود السهو أم كيف يكون الحكم في حقه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا ترك الإمام واجبا فإنه يسجد للسهو ولو لم يتنبه المأمومون لترك هذا الواجب، وقد لا يدرون عنه ولا يعلمون به، كان يترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود، فإن المأمومين لا يعلمون ذلك، لكن هو يجب عليه أن يسجد ويجب على المأمومين أن يتابعوه.